شوف دي هادي عسولي. اوكي جاست سند هليل. يس ايه ايه نورا شو حادثة القطر كانت قوية جدا بصراحة. عارفين ايه قطر؟ شو قطر؟ قطار. قطار ترين توتو. اوكي حادث سيارة على اساس يعني مش حادث سيارة؟ انا مش قادرة افهم. لا ما كانش حادث سيارة طبعا. حادث سيارة؟ امبارح قالوا لي حادث سيارة اللي عملت حادث. سيارة ايه اللي جزعت رجلها من على الحصان؟ من على الحصان؟ هلا ماشي الحال انه انا اول ما سمعت كلمة حادث بعرف ليه دغري فكرت انه حادث سيارة. بركي لانه ستريس وكل شيء عم شوفه شوي بكاتاستروف. بس الحمد لله يعني طلع اخر شيء انه ميسا فكشت اجرة وهي قدرانه هلا تروح على صبرا وشتيلة. فسكجول نحن ماشيين مزبوط. فغطى قلبي. كيف انا نعمل اذا حد السياره المشكله دي؟ مشكله. اعملوا لي ميموريال بقى على كل الحوادث اللي حصلت لي يوميا. المفروض ان انا اموت دلوقتي. انت ميموريال؟ انا خبطت المالي في المحل الدي في ديز ووقعت هناك كعبلته. فك شوي. ايه خبطت شو؟ سو اي دونت ثينك ذات. اوكي نحن رايحين على صبرا وشتيلة اليوم. انت وين كنتي معودة؟ انا مالي معكم. روح صبرا روح وشتيلة. انا انت خليكي بالفاشن. انا روح فاشن خليكي. دور على كفرات. انا براحتي. صايرة فاشن كمان جدا. بصي ده اللون ده والالوان خطيرة. لقينا والله we're doing quite well. لقينا ظبطت الموعد مع الكونسلتنت. اخذت لها ميعاد مع الايمج كونسلتنت. ايوه نورا وين كيف مع مين اي ساعه؟ النهارده بالليل مع واحد اسمه جعفر. لسه بحدد المكان. جعفر. اوكي. هيز جود بيست اون الكونكشنز بتاعتي. هو هيز فيري جود وذ هيز جوب. اوكي واي متى وين؟ بالليل على 8-9. وهقول لك المكان يعني بعد ما حجزت المطعم يعني. اوكي تيجي تخلصي بقى صبرا وشتيلة بدي اشوف اذا بلحق يعني. انا بتعرفي على اثنين يعني على الفاشن لاين وعلى ما بعتقدر حقدر اجي. لا نو نو نوب. جربي عامة. اول ما اعرف هبعت لك تكست اقول لك احنا دوك. ايه نحن مبلشين بصبرا وشتيلة بالدوكيومنتري وماشيين هيئتنا ماشيين مزبوط مش بالنسبة للفاشن لاين يعني. بعتقد نورا وهويدا متفقين ونورا هيئتها مبسوطة أكتر انه تكون أكتر هي بالفاشن لاين ما تكون بالدوكيومنتري. بعتقد it was a good decision تكون نورا بالفاشن لاين. طيب هيدا لا ركزي معي شوية. مش كده مش كده. لقينا مكان عجبها جدا. ستوديو سبيس وركينج سبيس عجبها جدا في صيفي. ما الصور اخذت صور عن اللوكيشن. ما اخذت الصور بس يعني ما اخذت صور. دايما الكاميرا لازم تكون معي. ما اخذتش صور. ما انا كنتش عارفه اصلا ان احنا هنعمل كده. هي اللي ظبطت معي. انا ما كنتش اعرف ان هي بتدور على المكان اساسا. مش بدي اعمل فيكي تعملي فيا ايه؟ بدي اعمل فيكي واحده يعني. معلش بقول لك انا كويس قوي ان انا مستحملاكوا لحد دلوقتي. تمام ما تخلينيش اخرج عن شعوري. انا دلوقتي معرفش ان انا هشتغل على الفاشن لاين. عرفت رحت وقلت لها عايزاني اعمل ايه. كنت جاهزه معاها وظبطت لها كل حاجه وزياده. قالت لي عايز بقى. يعطيك العافيه والله عن جد يعطيك العافيه. لقيت مكان رحنا شفناه في ساعتها. بيتي جنبه يعني ممكن عادي اخد صور. بس اتس فيري ويل نون. عارفه فين المكان اللي انا بعمل فيه يوجا اللي في صيفي؟ ايه في الشارع ده قدام شويه على اليمين. ونيكي بيعمل يوجا كتير منيح. ايه قالوا لي احلى صفوف يوجا عندهم. كل الناس لموا كل الناس بكل. والله يعني اي حد بيعلم يوجا في اي ركن خدوه يدرس ويروح يكمل. في نفس الشارع ده قدام شويه على اليمين. انت عارفه كل البنايات نفس السيستم. اتس فيري نايس سبيس. مبنى قديم بسلم. محل هدوم ديسنت سايز. مرايات كتير. شو مرايات كتير؟ في مرايات. اوكي رح نشوف قصه الابارتمنت بصيفي.
بدي اشوف الصور. نورا بليز بدك تبعتي لي ميل، بدك تبعتي لي ميل مع صور اللوكيشن قد ايه سعرها كل شيء. هبعت لك ميل بكره الصبح فيه الحاجات بتاعت اللوكيشن والحاجات بتاعت اوكي. بدك ترجعي تقطعي اليوم كمان صور اللوكيشن. طيب بس احنا محتاجين نعرف لو حوريها اماكن تانية زياده ولا لا، ولو غيرت رايها، بس شكلها هي مقتنعه بيه جدا مش عايز تشوف حاجه تانية. طيب احسن انا بفضل تكون تقرر بسرعه من ما تضيع وقت. مش تقرر بسرعه بس البادجت قد ايه؟ عم بيفتشوا على ورك سبيس صيفي صيفي، يعني منطقه كتير انه كتير شيك. هلا تنشوف اذا البادجت بيحمل. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا البادجت بتاع المكان ده انت قلتي لي انت هتتعاملي معاه، فاسيبك انت تتكلمي مع الراجل ولا اتكلم انا؟ انا بحكي معه لهذا الرجل. تمام انا هبعت لك ميلي فيه صور والكونتاكت بتاع الراجل. اكزاكتلي اوكي. ده انا خلاص بتصل فيكي الساعه 6 اوكي. واذا في ايمرجنسي بنلتقى انا وياكي اوكي. ماشي ماشي. طيب انت محتاجه حاجه بقى في الدوكيومنتري والحاجات بتاعتكم؟ نو خلاص ماشي الحال. يعني لو محتاجين الاكسبرتيز بتاعي كوني واحده ستايلش وفنانه وكده دلوقتي مش بتاعت الكلام ده، بس ممكن اساعدكم. ما خلاص جبت الكرو تاعتها ميسا. يعني لو حابين ان انا نورا باي باي عندي شغل اوكي. المفروض يو هاف تو تيك ات ايزي، ما ينفعش كده اوكي. ما عندي وقت اتسمع على ثلاث اربع ساعة على كل شخص. معلش انا هاخد بنبونية وامشي. صحتين. باي باي. يلا باي. لو عايز حاجة قوليلي ممكن افكر اساعدك. اوكي انا رح احكيكي اصلا بعد صبرا وشتيلة. طيب باي. نحن نازلين على صبرا وشتيلة، فصرنا ماشيين بالدوكيومنتري. هلا ان شاء الله ان شاء الله يمشي الحال انه عم نروح على الدنيا كومبليتلي غير. هلا يعني نازلين على صبرا وشتيلة رح عم نفوت بجو جديد بالرياليتي شو. هي الفكرة انه نشوف كل شيء عم بيصير بالمخيم. شوفي وين بنستقبلها على على البحصات. هاي هاي مساء. كيفك عجبتك؟ هاي حبيبتي كيف؟ ماشي دام. هلا هلا تشرفنا. شكرا. في عندك جوسلين هي هون هي عم تصور. قولي لها اكزاكتلي كيف بدك يكونوا دائما الفريم. اوكي يلا بتكون. طيب خلينا نمشي. تمشي قدام ناس ماشي دام. بس هون المدخل هو عادة هذا مدخل المخيم. له أكثر من مدخل أكيد المخيم، بس هذا مدخل من المداخل الأساسية. هون مدرسة الأونروا تستقبل الأطفال. مدرسة الأطفال؟ مدرسة الأونروا لا يعني للابتدائي تستقبل من 5 سنين ل تابعة لمين؟ للأونروا. الأونروا هلا المركز اللي رايحين عليه مركز برنامج العنف ضد المرأة وبرنامج العمل الاجتماعي والتأهيل المهني والتدعيم النفسي. اوكي. يعني التدعيم النفسي للأطفال النازحين من سوريا. هلا بلشنا فيه. للنازحين من سوريا. للنازحين من سوريا، ايه للأطفال والأمهات بنتعاطى معهم. أكيد لأن الأطفال والأمهات بدهم دعم نفسي. أكيد كلهم بيستفيدوا من البرنامج. كلهم بيستفيدوا لهالدخلة. من هون. تفضل تقعدوا وين بدكم. تفضل. ميسا وين بتحبوا أنتوا تقعدوا؟ هو شو؟ بالكفة هيدي شفناها نفس ال نفس ال أنا عضو بالائتلاف بكفة اللي عملوه كرمال العنف ضد احنا قاعد انا وست ماجده شوي، فتفضلي انه هي تكون هنيك وانا هون او العكس. اي ولا في غرفه ثانيه وين تشوفينها؟ اوكي تعالي في اللي جوا. شو فيها؟ اي هاي الغرفه مركز الاستماع هون هيدي. اي اوكي بتصير الاستماع بالسيارة. طب نجيب مثلا هذا الكرسي هون ولا لا؟ شو رايك نجيب كرسيين نحطهم هيك؟ اوكي بيجوا النساء. اي طبعا ما في الا هدول. ظبطنا نستأذنهم شوي. نحن هلا احنا بنعودهم كيف ونجيبهم هناك. قصدك تمكين النساء؟
مزيحة هناك؟ اوكي يلا. ممكن نشيلها هناك. خلينا نرجع الوضع على ما كان عليه. اوكي تمام. لا مش هون. ايه هلا عم بشوف. اه اوكي تمام. واحدة ثانية. ايه واحدة ثانية هناك. رح تعملي شوك وترشون. ايه هون لو سمحتي. صافي كيستين. شكرا. شكرا كثير. كيف بدكم تقعدوا معي؟ رح نقعد هيك وهيك. ما هيك؟ ايه نقعد هيك. عندك هيدا الخلفية. بقى نشوفها. هيك احلى، شو رايك؟ ناخذ من هون شوي. فرجينا فرجيك. ايه بليز. لا بليز. كيف الضوء بدنا نحط ضوء اكثر؟ شوي بدنا نظبط الضوء. عندي اضاءة، بدنا نحط اضاءة. صار انا قصدي. وسعي لي شوي يا جوسلين. هلا وسع هيك شيء. اوكي بدك زحة؟ ها؟ فكرة لذيذة بتبين اكثر. خليها عادي؟ اوكي نوت باد. لا خليكي اوكي. نشوف هيدا؟ اوكي. اعتقد انه هون حتكون عندنا مشكلة لانه لانه فاضي. فاضي. احنا بنعمل شوي رشاد، زح شوي هيك وبندور ناخذ الدبس اللي هناك. فينا ندور ورا من ورا الشباك كمان. لا فيك تاخذي شوي من هون. ايوه هون بصير بدنا كمان فينا نوسع. ضيق شوي. ضيقي شوي. شو رايك في هذا الشيء؟ ولا زيحوا شباب شوي ثانيه بليز، بس عشان نشوف الباك جراوند حقنا. الا إيه؟ فيك ثانيه بليز تزيح. طلع إيه؟ كمان شوي. الا معلش تنازل عن هذا زياد معنا. طلعي هون هذا حلو مع الضوء. بس مشكلته عشان هذا بدها تطلع بهالجهه، يعني شو يصير قاعد هون بيطلع هيك. ما في فضي هون بدي احطها كثير ولا هي ناخذها هناك. حبيبتي فيكي تاخذي كرسيك شوي كمان 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 الماكسيموم يو كان. فينا نزيح المكتب. شو بصير هيك شيء؟ طيب لحظه شباب تطلعوا من هناك بنزيح المكتب شوي لقدام. احنا اوريدي لعبي عند بنتين، في بنت طلعت عينها مريضة على درس وترد علي. ايه نحن وصلنا. ايه كنا صرنا هون. ايه ناطرين برا وفي في كرو برا ونحن جوا، يعني صرنا بالمنازلة. اوكي يلا باي باي. ادوان ما تخوفي ده؟ اه ايه سمحتي رش السبع اليوم ابغى اشوفهم اول ما نخلص. اوكي انا رح احط اديتور تاني مش تبع الحلقه، رح احط اديتور تاني ورح احط كل الرشز بفولدر دوكيومنتري كمان ما نخلط الرشز. بدي اشوفهم فورا بعد ما نخلص. اوكي تمام. هلا بتعرفي لحدا؟ الو يا نجيب. ليك بدنا نتصل بمنير كرمال بدنا نعمل، يعني اليوم بدنا نشوف الرشز، رح نخلص هون ورح نشوف دغري الرشز. فاذا في يكون موجود منير، لانه ما بدي اعذب ابدا ستيفاني كرمال الايديتين، يعني انه هي تكون عم تشتغل على تبع الشو ونحن يعني نقسمهم، يعني بنحط فولدر لوحده دوكيومنتري كل الرشات تبعوا ميسا ونحضرهم سوا ونقرر شو 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 منطلع على الهواء شو ما منطلع على الهواء. اوكي هو فوق. ايه خلاص تمام، يعني ما لي غير وصل له الرشز. جمعية النشطة الاجتماعية صح؟ احكي لي متى، يعني متى تأسست هالجمعية بالضبط؟ تأسست سنة 1978، كان تأسست بعد حرب المخيم تل الزعتر.
كانت النساء يعني بحاجة من يعيلن وقتها، وقت اللي تهجروا من المخيم. فهالجمعية بلشت بأنه تحتضن هالأمهات والأطفال، ففتحت رياض أطفال للأم اللي بدها تشتغل، وبلشوا يعلمون تطريز للأمهات، وهيك بلشت الجمعية على أساس مساعدة المرأة. رؤية الجمعية أنه يكون في مجتمع فلسطيني آمن يعيشوا فيه اللاجئين واللاجئات بمستوى معقول من المساواة. في أكيد كمان إلها أهداف الجمعية، أهدافها هي تمكين النساء ومعرفتهم بحقوقهم، وب يعني إذا قدروا تمكنوا هن فإذا قدروا يعيشوا حياة سعيدة اقتصاديا واجتماعيا. كنا عم نعمل ورشات صحة إنجابية، يعني إنجابية صحة المرأة، نعمل لأهالي المستفيدين ورشات. من خلال هاي الورشات 1997 اكتشفنا انه المرأة عندها معاناة، عندها عنف، بس بلشت تصرح عنه خلال هالورشات. فالجمعية بال 1999 عملت دراسة حول العنف. شو هي أقصى حالة عنف جاتك أو شهدتي عليها ضمن نشاط الجمعية؟ شو هي الحالة اللي مو قادرة أنت تنسينها أبداً؟ يعني أنا في حالة هلأ عنف عم بتابعها. أول شيء جوزة مدمن مخدرات، بيشرب، بيضربها، بيعنفها، بيفللها من البيت بنص الليل، ما مشكلة، حتى هي يمكن تلبس إشار أو شيء بشلها إياه وبتطلع ما بيفرق معه. وعندها ولد كمان يعني من سوء المعاملة بالبيت، يمكن عدم اهتمام، ما بعرف إذا هو شيء بجسمه فيزيولوجي، إنه مثلي هو الولد كمان، هي عم بتعاني من هاي القصة إنه أبوه ما بده إياه كمان. فهاي الحالة يعني بنوصل معها لحال، بس بترجع بنعادي العنف، عرفتي كيف؟ طيب أنا أبغى أسألك إنه شو هي الـ يعني الاستراتيجية تبع الجمعية في سياسة العنف ضد النساء، شو تسوون لهم؟ منشكل مجموعات من النساء المستفيدين عنا، بنعمل لهم ورشات توعي، نعمل لهم كل مجموعة بنعمل لها 4 ورشات. لازم تعرف عن العنف أول ما تبلش، جلسة، بعدين جلسة تمييز، بعدين عن الحقوق، بعدين الجلسة الرابعة حسب ما هي بدها، أو تحرش أو مراهقة أو أي شيء هي بتحتاجه أو شيء نفسي. من هون لما أنت عم بتمكن المرأة عم تقدر تقدر تفسح عن يعني هذا الصمت اللي هي صمت هو سبب مشاكل دائما، تقدر صارت تعبر. ليه؟ لأن هي بالورشة بتبلش تعبر من هذا المنطلق. قلتي لي في شيء اسمه جلسات استماع، من هذا المنطلق بتصير الحالة بتقول هي إني أنا بدي أجي على مركز الاستماع، تعرف إنه في هاي الخدمة بالجمعية، بس تيجي على هاي الخدمة صارت هي تطلبها إنه أنا بدي أجي أحكي، وكان في شرط بيكون عندها هي إنه أنا ما بدي حدا يعرف، سرية. نحن بنقول لها إنه هاي الجلسة سرية وما حدا بيعرف بهاي الجلسة إلا المستمعة. طب في جلسة فيكون فيها مشتكية واحدة أو معنفة واحدة، وفي جلسات اللي هي جماعية، جلسات دعم، هاي احنا بنسميها. ليش الجلسات هذه اللي تكون أول شيء جماعية؟ عشان هي ما تفكر إنه هي لوحدها معنفة، إنه في حدا غيرها متعنف وفي حدا غيرها وصل لنتيجة، هن بصيروا بيحكوا تجارب قدام بعض. بتبطل تقول إنه بس أنا هذا الشيء عندي العنف، وبتبطل هاي الكآبة، والشيء النفسي اللي عندها ببطل. بالمجموعات الدعم كتير مفيدة، وكتير بيصرحوا على أشياء حتى يمكن ما يكونوا حاكين عنا بجلسة الاستماع، هن بيصيروا بدعموا بعض. هيدا المطعم. مرحبا. وصايا عاملين حجز؟ اي نعم. هون؟ اوكي، ثانك يو. خليك تحضر؟ ايه بليز. ثانك يو. ايه الحلوة دي؟ زي شنطتك.
حبيتي. تفضلي حبيبتي. ميرسي. الو. هاي. كيفك؟ شو اخبارك؟ جود ماشي الحال؟ الو جعفر شرفتني. اهلين فيك. يا هلا. كيفك انت؟ مشتاقين. طمنونا عنكم. ان شاء الله ما تاخرت عليكم. لا وصلنا سوا بعدنا. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله ماشي الحال تمام. انا مبسوطه ان احنا كلنا وصلنا في نفس الوقت في نفس الحته. هنا الزحمه ما لهاش. انا فكرت حالي تاخرت لانه على قد شويه زحمه على الطريق. شويه زحمه؟ لا على الوقت. اون تايم. فيري جود. كنت فهمت من ورا انه عندكم براند جديد بدكم تطلقوها بالاسواق وشيء اسمه مايسا باي هويدا. ايه صح. حسب ما فهمت. صح. وقالت لي انه بركي فينا نستعمل خبرتك بهذا الموضوع. انا صراحه ما شاغل فاشن. يعني هذه اول مره بشتغل شيء بالفاشن. بحب الفاشن. شو الشاغل؟ انا بشتغل ديفلوبمنت. اشتغلت بالتريدينج ديفرنت كاينز اوف تريدينج. اشتغلت بالريل استيت. اشتغلت بالميديا شوي بالميديا سيلز. وانا شاطر بالسيلز والديفلوبمنت. بقى لنا بنقعد مع بعض وبنشوف. انا عملت هوم ورك صغير. تفضل اول خلينا بس. تفضل بس شوف شو بدك تطلب مشان نحن فينا نطلب ونكمل. انا هاخد فيلي بنيو ميديوم. بس ميديوم 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 بس ميديوم حقيقي. ميديوم 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 في الميدل ايست غير خالص ميديوم في حته ثانيه. انا باخذ اسكالجو. حاطلبها هلا لانه انا دائما بس بطلب من كورس مع الاسكالجو ما بقدر باكله. فاذا تميت جوعانه باخذ من كورس. ثانك يو. سوري. لا ولا يهمك. سو قلنا بنجي بنحكي. اول شيء كنت مفتكر انا انه حكون عم بحكي مع ميسا واللي هي جديده على الفاشن. مزوقة كتير وبتلبس كتير وكذا. بس بهالبزنس هيدا انه تكون هي عم تطلق هيك مشروع جديد يعني ما كنت عارف انه عم بقعد مع حضرتك. حضرتك يعني عندي خبرة بهالامور كلياتها. Nevertheless بنقعد ومنناقش كل شيء وباخد منك كمان. لا الصراحة نحن الاشياء اللي بدنا اياها هي انت الاشياء اللي انت بتشتغلها. نعم. عرفت؟ نعم. بس خليني اشوف انت شو عندك شو فيك بتعملنا بهذا الموضوع. نعم. نفس مجال شغلك بس انت بتقول اول مرة فاشن. نعم. خلينا نشوف انت شو يعني. انا اللي شفته مثلا في عنا يعني اول شيء لبراند جديد اللي طلعها ست ميسا انه تكون انه باسم بعرف انه هي بس انه باسم لا باسم ميسا لانها براند جديد ولانها شيء سيلبرتي. خلينا نعمل شيء سبيشل شيء يونيك مش شيء عم نشوفه كل يوم موجود مع الكومبيترز عم بيعمل مثله. لانه اخر شيء بدنا اياه انه نكون متنا متكومبتيتيف. يعني انت عم تطالب انه اول شيء لينجح اللاين تبعكم مطلوب منكم التميز. اكيد فينا ما نتميز وننجح بس اذا تميزنا بننجح اكثر. بتضمن استمرار النجاح. صحيح. ست ماجدة انتو تخطيتوا جلسات الاستماع الى توفير محامين صح لتبني؟ إيه في عنا إذا حالي. كيف الشرح اذا لي. عنا حالي مثلا معنف بدها ترفع قضية اكيد بعد ما هي تعرف انه صار عندها حقوق وصارت تقدر تطالب حقوقها اذا توجهت ترفع قضية نحن منغطي لها مبلغ من من الكلفة من اتعاب وهي بتكون لانه ما قادرة وضع الاقتصادي ما قادر وما بتعرف انه لازم هي والاهل ما بيدعموها كمان فهم بصير عملية دعم لإلها. بس هلأ في مراكز الأونر وصار في محامي مجاني للنساء المعنفات. طب القضايا يعني كيف يعني ردة فعلها عند النساء؟ في تشجع في توجه نحو رفع قضايا وكمان هل أنت شاهدتي حالات أنصفت في القضاء؟
يعني بالقضاء ما بشوف حالات أنا أم صفات، لأنه بتاخد وقت كتير، والقاضي والمحاكم بالا طويل. يعني المرأة بتبقى أخديني ولادها وعم تتعذب وما زالت تتعنف أو متعرضة لتحرش أو شيء، وبتضلها بالقضايا بتاخد كتير. قلتي لي من شوي إنه في 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 حالة، في حالة أنا عندي، يعني أنا تبعت هاي الحالة، هي كانت مزوج جديد، هي البنت دارسة قانون، فتزوجت شي 5 شهور أو هيك، بعدين جوزها صار في خلاف، طلقت 3 مرات، راحت وياه عند عند القاضي، حتى لازم يحلل عشان يرجعها، يعني انه راحت عند القاضي يعني حلفها وهو واعي، مش انه مش واعي. فقالت له للقاضي انه انا حلف علي 3 مرات، قال له احلف على القران، حلف انه هو ما طلقها، كذب طبعا. فهي قالت له اني انا بحلف على القران، قال للقاضي انه المراه لا ما بتحلف على القران. قامت هي رفعت عليه دعوه خلع وهي خلعته، بس هي دارسه قانون وهي بتعرف انه لازم، بس بدها مين يشجعها، كان انه تروح مين يساندها كمان، اذا الاهل ما سندوها بتبقى مشكله، لان كذا حاله بتوصل لقضيه انه تاخذ حقها، بيرجع بيمون الاهل عليها انه لا ارجعي عشان اولادك وابصر شو هالقضايا، الاوضاع الاقتصاديه اللي هي ما قادره تقعد هي اولادها لوحدها بالبيت، عشان هيك بتضطر كرمال خيه او كرمال انه ما قادره يكون ولادها بحضانتها لأنه ما عندها بيت، بتضطر أنه ترجع على بيتها الزوجي، وهي بتبقى صارت رافعة قضية، وكذا حالة إجت عندي رافعة قضية وبترجع تترك القضية بترجع على بيت زوجها. اليوم البراند تبعك، نحن بالدول العربية وبالخليج بعدنا سوقنا صغير، قد ما كان فكره كبير بس هو سوق صغير قدام العالم. في معارض بتصير ب ب بباريس، في معرض اسمه تخانوا بيصير بباريس. صحتين صرف. وفي ماجيك ب ب بفيغاس، وكاتري بنيويورك، ودي ان اي ب هلا انا هذا لاقول لك شو النقطة. حقيقة هلأ أنا عندي معلومات، عندي فكرة، بعرف شو لازم نعمله شو لازم ما نعمله، كل هذا أمفعين، بس أنا بدي حدا يعني يحطنا على الخط الصح. يعني مثلا الفكرة اللي عم فكر فيها أنا أنه نحنا نتواجد بهاي المعارض، بس هاي المعارض takes time، يعني بتاخد معك وقت، وجودك بهذا المعرض باستمرار هو اللي بيعطيك مصداقية، بيخلي الناس تجي لعندك قد ما كان شغلك حلو. من أول وتاني وتالت مرة ما بيعملوا أوردر لأن بيخافوا، ما بيعرفوا مع مين عم بيتعامل، بس يشوفوك باستمرار بيجوا لعندك. نحن هذا الوقت فينا نختصره، عندنا مقومات للنجاح تانية. فهي البلان اللي أنا بحاجتها. مين اليوم الداعم، الجهات الداعمة للجمعية؟ في مؤسسات، في مؤسسات عالمية بتتعاطى بالمرأة أكيد. أنا يعني في مؤسسات، في أسماء لإلها إذا بدك بعدين أنا بزودك فيهن. عربية؟ لا عربية ما في. ولا مؤسسة عربية؟ ولا مؤسسة عربية. طيب دائما بيجي الدعم. ما هذه هي المشكلة، هذا اللي أبغى أعرفه. تسمحي لنا ست ماجدة طبعا بإشرافك إنه نشوف بعض الحالات هاليوم ولا بأوقات نشوف اللي قلتي لي اليوم؟ اليوم في حالات أي. ايه بس كنت انا كمان بتمنى اخر يوم كان في عندنا حالات اكثر. اليوم عندنا شيء 6 حالات، كان سحبوا 2، ضل شيء 4 يعني. طيب هن تسمحين نشوفهم ونروح نزورهم؟ أكيد أكيد. اوكي شكرا كثير ويعطيكم الف عافيه وجزاكم الله الف خير. واتمنى اتمنى ان شاء الله من الجمعيات العربيه انه يلتفتوا الجمعيه مثل هذه، لان الاولى بنا احنا عرب نساعد بعض. شكرا شباب، وارفاين وكان كثير. شكرا الا تفضل. سوري تفضل. طيب انا بس بدي فينا نحكي نحن فينا نحكي نحن وعم ناكل بس. اوكي يلا ماشي الحال هيك.
اوكي شكرا عم نحكي. ما كنت حابب اضغطها كثير لنورا بالاسئله وبالتفاصيل، بقعد معك وباخذ منك تفاصيل دغري من هيدا وعلى اساس كمان ميسا تكون موجوده معنا باخذ كمان شوي والله فكرة كان عن... من المفروض انه تكون موجوده معنا الصراحه. نعم. بس ميسا عندها اشياء ثانيه عم تشغلها. نعم. بس وقت اللي يعني انا بعرف انه هذا اجتماع تحضيري، وقت اللي بده يكون القصه خلص في شيء فاكيد بتكون معنا. أمل أنت مناضلة وعضوة في الجمعية، جمعية النشطة الاجتماعية، وامرأة عندك تاريخ حافل من العنف، من المشاكل الأسرية، حالنا حال كل النساء. قولي لي أول شيء، إيش اللي خلاك تشتركي في جمعية النشطة الاجتماعية؟ من حالة اليأس، الفقر، التعتير، العنف الزوجي بالبيت، تعصيب الزوج بالبيت علي وعلى الأولاد. قولي لي كم سنة كنت مزوجة؟ أنا كان عمري 17 سنة. 17 سنة، كم ضليتي مع زوجك؟ أنت مطلقة الحين صح؟ حديت هلأ. طلقتي ولا لسه عايشة معه؟ طلقت ورجعت. رجعت؟ رجعتي. بس قبل ما أطلق طلقت بعنف، بقتل، بضرب، بمزلة، بإهانات، يضربني ويطلعني بريت البيت وأرجع أجي على البيت أنا عشان أولادي. ليه بيضربك أمل؟ يعصب علي كثير كثير، يعصب تعصب اي شغله تعصبه. اذا قال له بدي هالشغله يعصب علي، اذا قال له جيب لي هالشيء لباس للاولاد يعصب علي، اذا قال له الاكل ما كافي يعصب علي. قدوج لانه ما قادر يلبينا طلباتنا كلها، يعني اللي بدنا اياه نحن. إذا بتروحي على أي بيك ستور من هول الكبار اللي عم تروحي عليهم وتستعمل اسمك واسم ميسا، ما هيدا بالنهاية بهمه إنه يجي طبعاً يعرض عنده براند لناس هن من أكبر الزباين عنده. يعني صار إذا بتروحي على هارد، هارد صار مملوك مثلاً من إخوان قطرية، بتروحي عليه بتفكري حالك بمول عربي. صح. أكيد دفنتلي بهمه يكون عنده براند عربية موجودة، بس هيدا لحاله ما بيكفي. هادو فينا كمان نضلنا عم نشتغل على هوليك المعارض السنوية اللي عم بتصير، مش غلط ضلنا نشترك بكل معرض ناخد سبوت منيح ونشتغل على الإعلام كتير منيح، وشوي شوي بتصيري موجودة هون وهون وبتصيري معنا. إذا أخذت هديك ثلاث سنين ما أنت أوريدي صرتي موجودة بهالمحل وعم بتبيعي وعندك علاقاتك الخاصة وعندك الفاشن شوز اللي عم تنعمل بالإمارات طبعا اللي بدو ينعزم عليها أهم في آي بيز وأهم سيلبرتيز. وميسا حتقدر تستعمل علاقاتها الشخصية لتجيب زميلاتها وزملائها. طبعا هذا الاسم لحاله بجيب. يعني اليوم لما ميسا شخصيا تتصل وتبعت انفيتيشنز لأصدقاء السيلبرتيز والفي آي بيز بالخليج، غير ما سوري شخص جديد فاتح براند جديد وعم بتصل فيه ما بيهتموا. ميسا بتمثل المرأة اللي مفعمة بالأنوثة بحشمة، وهذا التارجت تبع كل ست. كل ست بتتمنى انها تكون طالعة بديسنت لوك يعني ومحتشمة، ويكون بين انها أنثى، ما تكون انه لاغية أنوثتها لأنه مغطية ولأنه عرفت كيف. أنا متأكدة انه يعني هذا الكونسبت تبعنا، أنا متأكدة هذا كتير قليل، ما كتير موجود، موجود بس كتير قليل. طب امتى حكيتي؟ امتى اخذتي القرار انه انا خلص معك؟ هلا اخذت القرار هلا. هلا؟ شي جمعة صار عرف بيني وبينه. بعد كم سنة تزوج؟ بعد بدك تقولي من 18 لحديت الآن حسبيها. ما بعرف. سنة الزواج. ما بعرف يعني 20 سنة زواج مثلا؟ أكثر، لا أكثر إلي معه. ما زال لهلا بده لحديت هلا، يعني اليوم شو؟ من هديك الجمعة بعدني أكلي قتلي من جوزي أنا، بس عنفته. ما تعب؟ عنفته يعني له سنين ما ضربني، هاي السنه هلا ضربني، هلا بعد ما انا كبرت ضربتي دفشته منيح. قلت له انه بدك تكسر ايدك كلياتها حتكون سبور شيك. اوكي عرفت يعني كله بينا بس
كله للافترنون يعني كلياته حيكون كوكتيل عشاء كبير روحها مرتبه يعني ما فيك تروح فيها مثلا هيك عشاء عادي. اجتمعت اليوم بجعفر عجبني كثير طريقه تفكيره بتحسوا انه هو هيك مثابر مثل ما بيقولوا يعني بتحسيه بيشتغل من قلبه خصوصي انه بعمره ما اشتغل بالازياء وكان معه كم ساعه واجا عنده معلومات كامله عن الموضوع ما انا كافيه بس فينا نقول صار عنده معلومات. العلاقه مع الميديا اكيد يعني هذا سؤال هلا علاقتنا انا وميسا بالميديا قويه كثير وميسا طبعا يعني الميديا بتلحقها وين ما راحت صحيح هذا البوينت. والشغله الثانيه انه هلا ميسا صار في عندها بي ار انترناشونال بي ار في صبيه ممكن تبدا معها هلا بعد فتره حتهتم باسم ميسا برا. بيرفكت. هلا هو بس لو كان شاغل قبل بالأزياء كنت أنا ما بتردد أشتغل معه بس أنا بيهمني اللي بده يشتغل معنا يكون الفاشن غير أي مجال تاني بتعتمد على كتير أشياء يعني أنا بدي ما بدي أنا وياه نجرب ونغلط ونتعلم من غلطنا ما عنا استعداد للغلط أنا بدي حدا يكون غلطان كتير بحياته ومتعلم بغلطه شاغل كتير بالأزياء يجي يعطيني خلاصة خبرته لأنه ما بحس أنه نحن مضطرين لنمرق بهاي الخطوات بس هذا اعتراضي ومع هيك أنا حاعطيه فرصة تانية لشوف لأنه اليوم تفاجأت أنه ما عنده أي فكرة عن الأزياء مشاغل فيها وحكى لي أشياء كتير مهمة فممكن نعطيه فرصة تانية بس أنا مبدئيا بقول بفضل أشتغل مع حدا عنده تجربة بالأزياء. طب ليش ما طلقتي أمل؟ طلقت ورجعت مدام أنت بتشتغلي هون وهون وبتمشي حالك عشان البنات لأنه صار البنات يأكلوا قتل ويتبهدلوا عند خالي مرت أب عرفتي شو؟ ما بدي أخلي عند خالي مرت أب ما أنا كنت أشتغل وأجيب لن أبعت لن فلا بشتغل أنا ويان بعد أنا ويان تضبيهم تخليهم معك أكيد أفضل أكيد الله يخليهم يعني تحملت كل الضرب والقتل كرمال بناتي أنا كتير بحب بناتي بحب أولادي والحمد لله أنا عم بجاهد الله يهديهم إن شاء الله يا رب بنات الخمسة الفقير ما بيضلوا فقير مش ضروري فقير المال فقير القلب لا فقير القلب أكيد طبعا صدقتي والله كريم لنا رب كفيل فينا كلنا المهم انه امرأة تكون مثلك بقوتك الدمعة مو غلط الدمعة بتنزل منك كلمة الدمعة هي قوة احيانا صدقيني بس يعني انا متأكدة انه بناتك هم فخورات فيك صدقيني بعده ابني قايل له لأبوه قايل له امي معطره تضربها لامي حرام تمام الحمد لله طيب ممكن اطلب التشيك عايزين تطلبوا حاجه ثانيه اكيد لازم تسالينا بدكم شيء ليه عم ما قاعدين نشوف بركي طب انا جاي على بالي ديزرت مثلا بس لا ما تعملي فيها بقى بتخس وانا صحي ومفيد بركي بكره بركي بكره الست هويدا قررت بدها تعمل براند للرجال على ما بدي انا اشارك واعمل اذا ما دونت جو داون ذس رود هتخسر ليه؟ هتخسر عندك اسمع مني لا ليش بقول لها ندمانين ندمانين نطلب تشيك ندمانين خلص 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 هنروح خلص هنروح عندنا تشيك من فضلك عندنا تشيك من فضلك بنروح نشتغل احنا الصبح وبعدين لو كلمتك الساعة 12 ما كنتش جاهز مش 12 4 يعني كلمك 12 افكرك ان انا هكلمك تعمل لك ميست كول انا عارف ان انت مش هتنساني طبعا لا اكيد ما هنساني يعني فيني انا والله ابدا لا والله عزيمتنا بليز بزبطك انا موجود على موجود هون معكم والله خجلتني لا يا عمي شو نحن بعدنا عم نحكي عن العرب وايام العرب وكذا هلا النقطه الثانيه انه نورا تفاجأت لما لقيت حالي قاعده مع حدا مو شاغل قبل بالازياء المفروض هي من حالها تعرف
ما بعرف انه لانه صديقها او يمكن هي متفائله فيه انا تفائلت فيه، يمكن هي مقتنعه فيه انا اقتنعت فيه، بس هذا كله ما له علاقه بالحياه. لما تكون انت بديان شغلك يعني بالشغل ما مندخل اي شيء ثاني غير انه اللي الانسان اللي عنده خبره اللي بده يستفيد من خبرته. هلا كمان لنور رح اعطيها فرصه ثانيه، ما حنبهها هلا لحتى اشوف الاجتماع الثاني معه، بعدها بنحكي. لكن نحن بنضل على اتصال ان شاء الله بكره الساعه 4 ما حخليها تحكي معك الساعه 12 على 4. اهلا وسهلا فيها، اذا انت بتحكيني اي ساعه فيك تحكيني. ثانك يو. ليه هيك انت دائما عم تتعرضي للاضطهاد؟ ما بعرف ما بعرف يا نور، مش عارفه بقول لك بكره حتشهر ومش طرف تكلموني. وان شاء الله ان 10 دايز بنكون قاعدين مع بعض. تشرفنا معك، تسعدي بالسلامه. ماشيين خلاص، بتحبوا اوصلكم؟ لا لا ثانك يو ثانك يو. انا حابه الصراحه no بدل شيء. ما تقولي ميرسي مشان لبكم، بدل ما تقولي ميرسي بقول لك نو هارت فيلينجز. نو هارت فيلينجز مختلفه خالص عن ميرسي. خلاص بكره نتعشى سوا. افكر. خلاص انا بكره عازمك على العشاء. افكر. يلا بالاذن، فرصه عيد. باي 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 باي، مع السلامه. بدي امشي هلا، ما حركب سياره، بدي اركضكم وراي. هلا شوفوا شو حاعمل. شو ايه رايك؟ هنشوف حبوب. مش بطل حبوب كثير وبعينته شغيل. نشوف نحكي. يلا ليتس جو. احنا كلنا بنقوى بالحق. لما انت بتكون انه انا انت بتكون صاحب حق، انا بمشي معك بالحق، وانت وانا وانت مثل بعض بنكون. بس بنقوى اذا قوى علينا بنقوى عليه. انت مره كثير قويه. الله يبارك. وانا بحيي هذا الشيء فيك، وان شاء الله يا رب كل الامهات يكونوا هيك، والله يعوض صبرك وتعبك. وصدقيني عند الله ما يضيع شيء حبيبي. شكرا كثير. انا اشكرك كثير. شكرا. شكرا على تعرفي لكم حبيبتي. خلاص يا شباب. شكرا حبيبتي. شكرا كثير. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يلا يعطيك العافيه. فينا ننتصر الكاميرا بليز.